تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. كان يا مكان في مدن زمان، كانت الأسواق في كل مكان. في عهد البايات والدايات في قسنطينة القديمة، كان الناس في الأسواق يديروا العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وكانوا يتلاقوا ويتشاوروا ويحلوا خلافاتهم وينقلوا أخبارهم، وبالطبع يبيعوا ويشريوا، حتى أنهم داروا سوق في كل حومة سماوها السويقة. والسويقة هذه من أعرق الأحياء اللي توجد بقلب مدينة الصخر العتيق، ومعناها السوق الصغير. في هذه الصورة نشوف السقف اللي راب وخلى الضوء يدخل ويزيد من جمال هذه السويقة. كل هذا الضوء والجمال يمشي ليه الطفل الصغير، وكأنه يتوجه نحو عالم أفضل. هاد الصورة خلاتني نحس بعمق بأن النور والأمل والجمال في بعض الأحيان يسبق الانهيار. من بعد كل طيحة نوضة. سهام صالحي حكواتية ومصورة هاوية. تابعتم مع أريدو برنامج خلف الصورة. أريدو ديما معكم.